بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله دلوقتي هنعمل مراجعه للصف الرابع الابتدائي. ان شاء الله دايما في الامتحان بيجي لي اول سؤال بيرسم لي خريطه عشان نوضح عليها بعض الاماكن. يعني مثلا السؤال الاول، بيجيب لي خريطه بالمنظر ده لهوت، يقول لي ايه رقم واحد هنا هو دي تطلع دولة ايه؟ دولة هي ايه؟ غطا. دي دولة ليبيا. دولة ليبيا. رقم اتنين ممكن يقول لي اتنين يطلع ايه؟ البحر المتوسط. اتنين البحر المتوسط. رقم تلاتة، رقم تلاتة يطلع ايه؟ نهر النيل. رقم اربعة انا هوت منخفض القطار، يقول لي منخفض. منخفض ايه؟ القطارة. هنا هوت يحط لي مثلا رقم خمسة، اقول له رقم خمسة هضبة الجلف الكبير، الجلف او الجلف الكبير. ده السؤال الاولاني اللي بيجي لي في الامتحان دايما على طول. طيب السؤال الثاني اللي هو رقم ب، ده يعتبر رقم الف، يقول سؤال ويقول لي ما المقصود به؟ رقم واحد النبات الطبيعي، ايه هو النبات الطبيعي؟ نبات طبيعي هو النبات الذي ينمو طبيعيا دون تدخل الإنسان فيه بسبب سقوط الأمطار. يعني إيه؟ يعني في بعض البلاد بتسقط فيها أمطار غزيرة فبنتج عنها إيه؟ إن النبات الطبيعي بينمو وبيبقى نبات طبيعي كتير جدا. في بعض البلاد بيكون فيها النبات الطبيعي قليل، هيبقى قليل ليه؟ لأن المطر قليل. يبقى نعرف كده ان النبات الطبيعي هو النبات اللي بينمو طبيعيا بدون تدخل الانسان فيه بسبب سقوط الامطار، وكل ما الامطار كانت كتيرة كل ما يكون النبات الطبيعي كتير، كل ما الامطار تكون قليلة بيكون النبات الطبيعي ايه؟ قليل. سؤال رقم اتنين، ما المقصود بالطقس؟ الطقس اللي انا اعرفه في نهاية نشرة الاخبار بيجي الراجل في النشرة بيقول لك احنا هنتكلم عن طقس اليوم. بيتكلم عن ايه؟ مثلا يقول لك ايه الحرارة النهاردة كذا، وفيه رياح ولا لا، في امطار ولا لا، دي بقى ايه؟ بيدرس حالة الطقس. يبقى ما المقصود بالطقس؟ هو حالة الجو من حيث الحرارة، الرياح، الأمطار في فترة زمنية صغيرة أو قصيرة. عكسها بقى إيه؟ عكسها المناخ. عكسها إيه؟ المناخ هو حالة الجو
من حيث الحرارة والرياح والأمطار في فترة زمنية طويلة. يبقى الطقس عكس مين؟ عكس المناخ. يعني المناخ ممكن أتكلم عن شهر، أقول حالة الجو في خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة أو سنة، دي بالنسبة للمناخ. أما الطقس في فترة زمنية صغيرة، ممكن تكون يوم أو عدة أيام. طيب السؤال الثاني يقول لي بما تفسر؟ واحد، قلة النبات الطبيعي في مصر. الإجابة هجيب ديت الأول، إجابتك هقول بسبب قلة الأمطار. يبقى النبات الطبيعي في مصر كتير ولا قليل؟ قليل. ايه سبب قلته؟ قلة الامطار. السؤال الثاني، بما تفسر اهمية الطقس؟ انا هستفيد ايه من الطقس لما اسمع في نشرة الاخبار يوميا يقول لك الحرارة النهاردة مرتفعة، لا الحرارة منخفضة، لا في برد، لا في رياح، لا في امطار، لا ما فيش امطار. انا هستفيد من الطقس. اول حاجه هستفيدها تحديد نوع الملابس. والله لو كان الجو برد هلبس ملابس ثقيله، طب لو الجو حر هلبس ملابس خفيفه. اتنين، تحديد مواعيد السفر البري والبحري والجو. يعني مثلا خلي بالك، يعني النهارده لو في رياح هل انا هخرج اسافر؟ مش هسافر، سواء بتوع البحر او بتوع الجو او بتوع البر. يبقى اذا الطقس ده بيفيدني في ايه؟ بحدد نوع الملابس. رقم اتنين، بحدد مواعيد السفر. اذا كان في رياح مش هيبقى في سفر، لا بري ولا بحري ولا جوي، لكن الجو كويس هيبقى في سفر. طيب السؤال اللي بعد كده، بما تفسر أهمية دراسة الخريطة؟ انا بدرس الخريطة ديت ليه؟ بدرس الخريطة دي ليه؟ علشان تساعد في تحديد موقع مصر. الاماكن، اي مكان، تحديد موقع مثلا السودان، تحديد موقع سيناء، تحديد موقع ليبيا، تحديد موقع البحر المتوسط. دي الخريطة بتساعدني في تحديد موقع الايه؟ الاماكن. اتنين، تساعد المدرس على الشرح. رقم ثلاثة، تساعد التلميذ على المذاكرة والفهم، لأن من غير خريطة مش هيفهم. رقم أربعة، تساعد السياح. السائح اللي موجود في مصر نهوت بيبقى معاه خريطة، هيمشي في الشارع نهون مش هيمشي في الشارع نهون. طيب ممكن يجي لي سؤال تاني ويقول لي ايه؟ اكتب ما تشير اليه العبارة. يعني هنكتب جملة وانت تقول الجملة دي بتتكلم عن ايه؟ أرض شديدة الارتفاع. لها قمة. إيه هي الأرض شديدة الارتفاع وفي الآخر لها قمة؟ هتبقى عبارة عن كده. يبقى دي اسمها إيه؟ الجبل. اتنين، إيه بقى اللي بتتكلم عن حالة الجو في
فترة زمنية طويلة. لو طويلة هتبقى ايه؟ المناخ. لو فترة صغيرة قصيرة هيبقى الطقس. رقم ثلاثة انتقال الفرد من مكان الى اخر. الفرد لما يتنقل من مكان لمكان بنسميها الهجرة. طب الهجرة دي لها انواع؟ لها انواع. في هجرة داخلية وهجرة داخلية وهجرة خارجية. لو الفرد ده لهوت هيتنقل هيهاجر هيتنقل من مكان الى مكان داخل بلده يبقى دي هنسميها هجرة ايه؟ هجرة داخلية. لكن لو الفرد هيهاجر من مكان الى مكان خارج بلده يبقى دي هجرة ايه؟ هجرة خارجية. طيب ممكن يجي لي سؤال تاني ويقول لي ايه؟ اكمل ما يأتي. واحد يحد مصر من جهة الشرق. ايه من جهة الشرق ايه؟ يحد مصر من جهة الشرق البحر. البحر الاحمر. الاحمر شاطر. يحد مصر من جهة الجنوب دولة ايه؟ السودان. رقم ثلاثة من قارات العالم القديم. ايه قارات العالم القديم؟ اللي هي اسيا شاطرة يا آية. افريقيا واوروبا. الله. معنى يعني بيجي لك من قارات العالم القديم خلاص اسيا وافريقيا واوروبا يعني في عالم حديث اللي في عالم حديث اللي هم امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه واستراليا وانتاركتيكا. خلاص وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.